صباح الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح اون تايم، هنناقش ونحلل أهم وأبرز الموضوعات والأخبار الرياضية على مدار ساعة ونص في صباح اون تايم. عايزة ابتدي حلقتي في البداية وأتقدم بخالص التعازي طبعا لأسرة الراحل رحمة الله عليه أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت اللي توفى أول أمس في حالة حزن كبيرة جدا في الوسط الرياضي بيعيشها، وفي الحقيقة مش قادرين نتخطى حالة الحزن دي. وأكيد طبعا يعني أحمد في الحقيقة يعني كان لاعب خلوق ومحترم والناس كلها بتحبه وعمر ما كان ليه مشكلة في الوسط، عشان كده طبعا أكيد الحالة اللي انتوا كلكم شايفينها سواء على السوشيال ميديا أو في الإعلام الرياضي حالة حزن كبيرة جدا على الراحل أحمد رفعت. ربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله، يصبر أسرته ويربط على قلب أمه، لأن الحدث صعب ومش أي حد يقدر يتقبله، و يعني هي دي سنة الحياة وأقدار كل واحد ليه قدر وليه معاد وتعددت الأسباب والموت واحد، ربنا يرحمه يا رب. والحياة لازم تستمر ومكملين فيها وكل واحد ليه أجل وليه معاد، ورغم كل شيء لازم هنكمل حياتنا ونكمل شغلنا ونكمل الدوري المصري اللي يمكن البعض يبقى شايف ان احنا صعب نتكلم فيه، ولكن هو ده شغلنا وهي دي الحياة، ولازم نحاول نتخطى يعني حزننا، وبيبقى الحزن جوه القلب ولكن لازم الحياة تستمر. امبارح كانت طبعا استكملت منافسات الجولة الـ30. امبارح كان في 3 مباريات، اولها كان على ملعب الجيش برج العرب، كانت ما بين بلدية المحلة مع النادي المصري، انتهت بفوز جديد للنادي المصري بهدف نظيف سجله نجم الفريق ميدو جابر، كانت من ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول عشان يرفع النادي المصري مع كابتن علي ماهر كده رصيده للنقطة 51 من 29 مباراة لعبها، متبقي للمصري 5 مباريات. وارد جدا أن يكون الموسم الحالي هو واحد من أفضل مواسم النادي المصري عبر تاريخه، لأنه بيقدم مستوى إيجابي جدا مع مجموعة من اللاعبين المميزين والجهاز الفني بقيادة كابتن علي ماهر. في المقابل أصبحت فرص نادي بلدية المحلة على الورق في البقاء في جدول الدوري صعبة شوية، لأن رصيد البلدية 23 نقطة بيجي في المركز الـ16 ومتبقي ليه 5 مباريات فقط، محتاج عشان يكمل في دوري نايل السيزن ده أنه يكسب منهم على الأقل 3 مباريات ويتعادل في مباراة أو 2. يعني الظروف الحقيقية صعبة جدا، والحقيقة ما خدمتش خالص كابتن أحمد كشري اللي طبعا تولى تدريب الفريق في الفترة الأخيرة بعد رحيل كابتن أحمد عبد الرؤوف. وبرغم البداية الجيدة مع بلدية المحلة في مسابقة الدوري، لكن أصبح في وضعية أصعب من أي وقت تاني. يمكن امبارح المباريات اتلعبت زي ما قلت لحضراتكم وشفنا لافتة طيبة من لاعبي الفريقين في البداية، طبعا هم كانوا لابسين تيشيرتات عليها صورة أحمد رفعت وقالوا ان هم يعني لن ننساك وهو موجود في القلب، ولكن زي ما قلت لكم المباريات اتلعبت واللعيبة بتلعب والدوري مكمل. يعني الحزن في القلب ولكن الحياة لازم تستمر. المباراة التانية اللي كانت ما بين الجونة وسيراميكا كليوباترا اللي كانت في الجونة انتهت بتعادل سلبي، وبالتعادل ده سيراميكا بيرفع رصيده للنقطة 41 في المركز 9 من 29 مباراة لعبها، متبقي ليه برضو 5 مباريات. في المقابل رفع الجونة رصيده للنقطة 32 في المركز 13 من 30 مباراة، متبقي ليه 4 مباريات فقط. تقريبا يعني شبه حسم بقاؤه في دوري نايل مع كابتن علاء عبد العال. المباراة الثالثة اللي كانت كلاسيكو مصري وسط حضور جماهيري جيد جمع الزمالك مع الإسماعيلي في ملعب استاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف وسط غياب كتير لنادي الزمالك من اللاعبين، أبرزهم لاعبي المنتخب الأولمبي محمد شحاتة، زياد كمال، حسام عبد المجيد، كمان بالإضافة لانضمام أحمد مصطفى زيزو. المدير الفني جوزيه جوميز بدأ المباراة بتشكيل ضم في حراسة المرمى محمد صبحي قدامه محمد عاطف، حمزة المسلوسي، أحمد مجدي، عمر جابر، في الوسط محمد أشرف رؤى ومحمد السيد،
وترافيس موتيابا ومهاب ياسر وابراهيم ناداي، ومهاجم وحيد هو عمار ياسر. الشوط الثاني دخل مصطفى شلبي مكان مهاب ياسر في الدقيقة 58، بعد كده دفع بأربع تبديلات مرة واحدة، دخل عبد الله السعيد مكان موتيابا وناصر ماهر مكان عمار ياسر، وأخيرا سيف الجزيري ونبيل عماد دونجا مكان أحمد مجدي ومحمد ياسر في الدقيقة 68. سجل في البداية النادي الإسماعيلي في شوط المباراة الثاني عن طريق عبد الرحمن مجدي، كانت في الدقيقة 69، وبعد كده تعادل عبد الله السعيد طبعا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 77، وبعد كده عبد الله السعيد بيحرز تاني أهدافه وتاني أهداف الزمالك من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 82، اللي طبعا تسبب في ضربتين الجزاء هو ناصر ماهر عشان يتوج مجهود جوميز بالفوز 2-1 وصعوده للنقطة 41 من 24 مباراة لعبها النادي الزمالك، بيجي في المركز السابع دلوقتي متبقي ليه 10 مباريات. في المقابل طبعا نادي الإسماعيلي توقف رصيده عند 31 نقطة من 30 مباراة برضو لعبها، متبقي ليه 4 مباريات فقط. الإسماعيلي محتاج يكسب مباراة وحيدة عشان يأمن موقفه في جدول الترتيب. عبد الله السعيد بعد الهدفين حصل على جائزة رجل المباراة، وصل للهدف رقم 128 طوال تاريخه بالدوري، وأصبح عبد الله السعيد ثالث الهدافين التاريخيين ببطولة الدوري بعد ما تخطى السيد الطزوي صاحب ال 127 هدف. عبد الله السعيد في المركز الثالث بيجي بعد برا كابتن الحسن الشاذلي الراحل رحمه الله عليه، لاعب طبعا الشواكيش لاعب الترسانه السابق. كابتن حسن كان عنده 173 هدف، وبعد كده كابتن حسام حسن نجم الاهلي والزمالك السابق اللي بيمتلك 168 هدف. دول الثلاث مباريات اللي اتلعبوا امبارح في الدوري. عندنا النهارده ثلاث مباريات في ختام مباريات الاسبوع ال30. مباريات هتبتدي الساعه 4، فاركو هيلعب مع الداخليه، الساعه 5:30 الاتحاد السكندري مع بيراميدز، والساعه 7 الاهلي هيقابل طلائع الجيش. نوعيد مباريات اليوم، خلينا نشوف تقرير عن مباريات النهارده في دوري نايل، نرجع مره ثانيه مع حضراتكم. تأنف اليوم مباريات الجولة الثلاثين من منافسات دوري نايل بثلاث لقاءات. البداية بمواجهة فاركو مع الداخلية على استاد حرس الحدود بالماكس، وهو لقاء الفرصة الأخيرة للداخلية الذي يبحث عن الفوز ولا غيره، بعد أن توقف رصيد الفريق عند النقطة 19 في المركز الأخير من 29 مباراة، ولا بديل للمدرب عيد مرزيق عن المكسب والثلاث نقاط إذا أرادوا الاستمرار في المسابقة. في المقابل يبحث فاركو مع مدربه أحمد خطاب عن الهروب بنقاط المباراة إلى مرحلة الأمان والابتعاد عن بلدية المحلة والمقاولون والداخلية، حيث حصد فاركو 26 نقطة من 29 مباراة ويتبقى له 5 مباريات على نهاية المسابقة. أما المباراة الثانية فيحتضنها استاد الإسكندرية، وتجمع الاتحاد السكندري مع بيراميد في مواجهة تحمل الكثير من الطموحات والأمنيات لبيراميد صاحب الصدارة برصيد 65 نقطة من 26 مباراة. وبالطبع يأمل المدرب كولسلاف في تحقيق المكسب رقم 14 على التوالي والاستمرار في صدارة جدول الترتيب. في المقابل يسعى الزعيم الثغري مع مدربه أحمد ساري لتحقيق مكسب غاب طيلة 7 مباريات متتالية، ويملك الاتحاد السكندري من النقاط 38 نقطة جمعهم من 29 مباراة. أما عن آخر المواجهات فيستضيف أستاد القاهرة الدولي، وتجمع الأهلي حامل اللقب مع طلائع الجيش في مواجهة ثانية خلال شهر يوليو، حيث سبق وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة في الأول من الشهر الجاري قبل أن يحقق مكسبا جديدا على الداخلية في الجولة الأخيرة بنتيجة 4-1، رفعت رصيده للنقطة 54
من 22 مباراة، وهو المكسب 11 لبطل الدوري على طريق الحفاظ على لقب بطولته المفضلة للعام الثاني على التوالي واللحاق ببيراميدز متصدر جدول الترتيب. فرق مع الداخلية والاتحاد مع بيراميدز والأهلي مع الطلائع، ثلاث مواجهات خارج التوقعات في سباق القمة والقاع. فهل يكون هناك تغير كبير في جدول الترتيب أم يبقى الوضع كما هو عليه؟ المباراة الأولى اللي هتكون ما بين فاركو مع الداخلية في استاد حرس الحدود بالمكس، مباراة الفرصة الأخيرة للداخلية لو كان عايز يكمل في مسابقة الدوري في نسخته الحالية، لأن الداخلية عنده 19 نقطة، لعب 29 مباراة، وأي فقدان نقاط النهاردة معناه هبوط الفريق لدوري القسم الثاني بنسبة 99%. في المقابل نادي فاركو قدامه فرصة كبيرة يبعد عن مراكز الهبوط الأخيرة، خصوصا بعد خسارة بلدية المحلة قدام المصري. فاركو عنده 26 نقطة، لعب 29 مباراة، في المركز ال 15 بفارق 3 نقاط عن بلدية المحلة صاحب المركز ال 16. لو كسب هيبقى الفارق 6 نقاط، وهتبقى الأمور بالنسبة لفاركو أفضل كتير في البقاء في الدوري الممتاز للموسم اللي جاي. المباراة الثانية هي مواجهة متصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن، وهو نادي بيراميدز مع الاتحاد السكندري. المباراة هتكون على استاد الاسكندرية الدولي، مباراة ليها أهمية كبيرة جدا عند نادي بيراميدز طبعا، اللي سجل حضور رائع لغاية دلوقتي في سباق المنافسة على لقب الدوري، كسب آخر 13 مباراة على التوالي، آخرها كان قدام سموحة في المباراة طبعا اللي تم استكمالها بنتيجة 3-2. عنده سكواد جيد جدا في المسابقة مع مدرب شاطر الكرواتي كرونوسلاف. نادي بيراميدز لعب 26 مباراة مع 65 نقطة، متبقي ليه 8 مباريات منهم ماتشين مع النادي الأهلي، أولهم هيكون يوم الجمعة اللي جاية. في المقابل نادي الاتحاد السكندري مع كابتن أحمد ساري اللي تولى المهمة في آخر مباراتين، تعادل فيهم مع الداخلية وبعد كده طلائع الجيش، معاه 38 نقطة، لعب 29 مباراة، متبقي ليه 5 مباريات، أكيد عنده هو كمان الدوافع إنه ينهي الموسم بشكل أفضل، لأن في الدور الأول الاتحاد السكندري كان أوقات كتير في الحقيقة يعني في المربع الذهبي. المباراة الأخيرة اللي هتكون طبعاً مباراة جماهيرية بشكل كبير للنادي الأهلي، وهي اللي فريقها مازال بيدافع عن لقب الدوري اللي حققه الموسم اللي فات. هيلعب النادي الأهلي مع طلائع الجيش للمرة الثانية في أسبوع، مباراة هتكون على استاد القاهرة الدولي. الأهلي وصل للمباراة رقم 22 معاه 54 نقطة، بيجي في المركز الثاني، متبقي ليه 12 مباراة، وزي ما احنا عارفين منهم طبعا مباراتين زي ما قلت لحضراتكم حالا مع بيراميدز. فرص الأهلي في تصدر جدول المسابقة شبه متساوية مع بيراميدز، الفريقين بيقدموا مستوى قوي جدا، موسم تنافسي مميز جدا في الكرة المصرية، من زمان ما شفناش منافسة كبيرة كده على لقب الدوري، يمكن آخر موسمين كانت الأمور بعيدة عن المنافسة على اللقب. نادي الأهلي في آخر 11 مباراة سجل فوز فيهم كلهم، آخرهم برباعية مرتين على التوالي أمام طلائع الجيش وبعد كده الداخلية في آخر مباراة. في المقابل نادي طلائع الجيش لعب 28 مباراة، عنده 35 نقطة، هو موقفه جيد لكن أكيد يهمه يخرج بره دايرة النتائج السلبية اللي حصلت في آخر 5 مباريات اللي محققش فيها المكسب، اتعادل في مباراتين وخسر في 3. أكيد كابتن عبد الحميد بسيوني مدربه طبعا المدير الفني مهمه جدا أنه يخرج بنتيجة إيجابية النهاردة أمام النادي الأهلي، ولو أن الأمور مش هتكون سهلة أبدا. طيب فيما يخص قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، كولر بيستبعد طبعا محمد الشناوي حارس مرمى الفريق من قائمة مباراة النهاردة أمام طلائع الجيش في دوري نايل،
وجت قائمه الاهلي زي ما هي امام حضراتكم. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، محمود الزنفولي، ومصطفى مخلوف. خط الدفاع ياسر ابراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، وعمر كمال. وفي خط الوسط اكرم توفيق، حسين الشحات، امام عاشور، عمرو السوليه، كريم ندفد، ومحمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، وعليو ديانج، طاهر محمد طاهر، مروان عطيه، ورضا سليم. في خط الهجوم وسام ابو علي. دي قائمه الاهلي النهارده لمواجهه طلائع الجيش. المباراه اللي بيسعى فيها الاهلي لحصد 3 نقاط، وعلى الجانب الاخر بيسعى طلائع الجيش لاعاده نغمه الانتصارات من جديد مع كابتن عبد الحميد بسيوني. خلينا ناخد معانا على التليفون نجم النادي الاهلي السابق كابتن محمد عبد الجليل. يا كابتن محمد، صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا امير، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. يمكن بدات حلقتي يا كابتن محمد وبقول ان دي سنه الحياه. طبعا انا بعزيك وبعزي كل الوسط الرياضي في وفاه المغفور ليه باذن الله كابتن احمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، ولكن الحياه مستمره وهي دي سنه الحياه يعني، فاكيد بعزيك في البدايه. وعايز اعرف من حضرتك النهارده اهميه مباراه الاهلي امام طلائع الجيش وحصد 3 نقاط واستكمال مسيره النجاحات للنادي الاهلي. اول البقاء لله طبعا، ربنا يا رب يصبر والدته واسرته. يعني احمد انا ما تعاملتش معاه غير مره او مرتين، اشهد له الادب والاخلاق، وهو انسان حساس قوي. يعني مكالمتي معاه مرتين كده حسيت ان هو خجول وحساس وكتوم، واعتقد ان الحاجات دي مش ما بتتوفر في لعيب كوره بيبقى حساس قوي ونضيف قوي ومحترم قوي، فبيتعب في المجال ده. الله يرحمه، ويمكن ربنا اراد ان هو يتوفى نص ساعه في الملعب ويحييه تاني عشان يطلع ويقول انا اتظلمت او انا جرالي حاجه او 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 او. ربنا عايز يبين ايه او يظهر حاجه معينه وانا ما اعرفهاش، ما حدش يعرفها غير الله يرحمه. وهو الراجل ما قالش لما استضافوه، ما قالش حاجة. فكل الاجتهادات والناس اللي بتجتهد والناس اللي بتهاجم هنا والناس اللي بتدافع هنا والناس كلها اجتهادات شخصية. والراجل دلوقتي في أحسن حتة، أحسن مننا بكتير. أكيد هو في مكان أحسن مننا بكتير. طبعا طبعا، ربنا يرحمه يا رب، يربط على قلب أمه يا رب. يا رب. نرجع للعك الكروي بتاعنا، الدوري المصري. حظ طلائع الجيش النهارده وحش لان الاهلي فايق. الاهلي بقاله 10 ماتشات كل ماتش بيأدي مباريات قويه جدا، لعيبته جاهزه، لعيبته فايقه، مدربه ادارته فيها انتظام، كل الكلام ده كله بينعكس على اللعيبه في الملعب وده باين. كنا الاهلي ما بقاش وحش في الماتش بس بيعرف يكسب لان عنده ذخيره جامده جدا. النهارده طلائع الجيش زيه زي امبارح الماتش الداخليه او فاركو او 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 هيعاني كتير النهارده، ولكن انا بشفق على عبد الحميد بسيوني لان نتائجه في الخمس ماتشات اللي فاتت سلبيه شويه. هيضطر النهارده يعمل توازن، واعتقد ان الطبيعي بتاعه انه هيدافع كويس قوي على امل ان هو يعرف يخطف جول. بس انا بقول له السيناريو ده حصل في ال6-7 ماتشات اللي لعبوا النادي الاهلي، قعدوا يدافعوا 80 دقيقة وفي الاخر برضه اتغلبوا. فانا بقول له النهارده انت مش هتخسر حاجه، انت بتلعب النادي الاهلي. يعني في الطبيعي الماتشات بتاعتنا لما بنقول احنا رايحين نلعب الاهلي او الزمالك انت ما بتحطش 3 بونت ليكي، يعني بتبقى دايما النتيجه للنادي الاهلي او للزمالك، يعني بحكم اللعيبه وبحكم ده من جوانا، انما من جوه اللي قدام اللعيبه وقدام الناس وي وي وي. لا انا عايز اكسب، عايز اعمل ماتش كويس. فالنهارده عبد الحميد هيعمل كده. انا بقول بس انا بقول له ان لو فضلت تدافع طول الماتش زي الاتحاد السكندري طارق العشري قاعد دافع 80 دقيقه واتغلبت قبل كده المقاولين، قبل كده الداخليه، وبيدافعوا كويس قوي. بس الكوره مش دفاع بس، فلازم النهارده الجيش يبادر بالهجوم. الطلائع لازم النهارده عنده لعيبه كويسه يامنوا ان الكوره مش دفاع، كرة مش سلبية بس، الكرة هجوم. ممكن اتغلط بس أأدي اللي عليا. النهارده المباراة جميلة وإن شاء الله نستمتع بيها. وأنا بقول يعني الواحد برضه بيني وبيني
مش لي نفسي اتفرج على الكوره بصراحه يعني، خلينا صراحه. انا يعني بعد اللي بشوفه وبعد اللي احس في الدوري مفيش منافسه كمان يعني، تخيل انت الاول والتاني فرق بينه وبين التالت والرابع حوالي 10 12 بوينت، دي مش موجوده في اي دوري يعني. على الاقل الاربعه الاولين يبقى فرق بوينت بوينتين ثلاثه. النهارده بيراميدز بعيد قوي، الاهلي بيحصله هيحصله ان شاء الله هياخد الدوري. بقيه الفرق فين؟ الزمالك فين؟ اسماعيلي فين؟ اسماعيلي امبارح تايه في الملعب، امبارح الاسماعيلي بيلاعب ناشئين الزمالك لمده 70 دقيقه. التلت ساعه اللي نزل فيها ناصر وعبد الله والناس اللي هي الخبره خلصوا الماتش في 10 دقائق. انت الاسماعيلي بيعمل ايه؟ ايهاب جلال بيعمل ايه؟ ايهاب تايه امبارح، انت بتلاعب معلش ناشئين نادي الزمالك. الاسماعيلي هيكسب امتى؟ الاسماعيلي في دوامه بقاله سنين، ويبطلوا يضحكوا على جمهور الاسماعيلي، حرام حرام. الفرقه دي بامكانياتها دي، امبارح بتفرج لعيبه الاسماعيلي اللي في الملعب اتقل من لعيبه الزمالك. انت لو بصيت مهاب ومالك وعمار كل دول ناشئين، لعيبه كويسه قوي بس خبراتهم قليله. كابتن بتفسر يعني الاسماعيلي بيعاني، مش الموسم ده بس، بقاله كذا موسم بيعاني في الحقيقه، ودايما بقول ان جماهير نادي الاسماعيلي لا تستحق ده، لان تاريخ الاسماعيلي اكبر من كده بكتير. الاسماعيلي الطبيعي الطبيعي يا بينافس يا موجود داخل المربع الذهبي، يعني لو بنتكلم بالتاريخ ما يحدث داخل الاسماعيلي شايف ايه اسبابه؟ لا اسبابه كتيره قوي، اسبابه ان الناس دي بتضحك على جمهوره، بتضحك على الجماهير، الاداره والجهاز اللي موجود ده بيضحكوا على الجماهير، مسكنات مسكنات مسكنات، والجماهير غلبانه مش عايزه تستنى حاجه. مفيش امل، مفيش حاجه. يبقى كسبان ماتش ويطلع مغلوب، يبقى متعادل ماتش ويعمل ماتش كويس ويطلع مغلوب، لا لازم واقفه. انت كل شويه يقول لك اصل اسماعيلي ما عندوش لعيب، امال مين اللي في الملعب دول؟ واحد زي عبد الرحمن مجد لعيب كبير، عمر مش عارف دونجا هشام محمد، دول لعيبه خبره كلهم. امال انت لو لعبت بالناشئين هتعمل ايه؟ يعني انا اللي بيلعب بالناشئين ده وطلعان عينه بيتصدم وي وي عنده، انما انت معاك فرقه. لا الاسماعيلي لازم يعيد حساباته، ما يسكنوش الجماهير اكتر من كده، ما يقعدوش يدوا اللي احنا ما عندناش امكانيات. ما في فرق كتير ما عندهاش امكانيات بس بتعرف تشتغل، بتعرف تحافظ على جمهورها. الاسماعيلي ده فرقه ما ينفعش ما ينفعش ما تبقاش موجوده في المربع، ما ينفعش ما تمتعناش بالكوره يا جماعه. احنا وعينا على الدنيا واحنا بنلعب، كنا بنروح الاسماعيليه بستمتع بفريق الاسماعيلي حقيقي، حازم الله يرحمه وعماد سليمان والصغير والعجوز وفكر ايه ده، فرقه كوره. النهارده مشفقين عليهم، النهارده انا قاعد بتفرج على الماتش امبارح، الزمالك كسبان، الاسماعيلي كسبان واحد وما عندوش ثقه. انت هتكسب امتى؟ الزمالك بيلعبك بين الناشئين. وغيره يعني، برضه في فرق كتيره لازم تخش، يعني في فرق معاها لعيبه اقسم بربي احسن من الاهلي والزمالك. انا بقول لك سيراميكا كليوباترا ده البنك الاهلي عندهم لعيبه اكتر من الاهلي والزمالك، احسن من الاهلي والزمالك، انا بكلمك بجد انت مش هتصدقيني. انت بص لاين فيرود بتاع سيراميكا، احمد رسان وجون ابوكا وصديق اوجولا، الاسامي اللي انا بقولها لك دي كل واحد يلعب في فرقه غير اللي في نص الملعب، وهكذا البنك الاهلي. ولو ان طارق مصطفى بحييه، طارق عامل نتائج ممتازه. بس انا نفسي الفرقه دي تنافس شويه، يعني تطلع شويه، امكانياتها حلوه. مودرن سبورت مع الكابتن طلعت يوسف من يوم ما مسك امور افضل. طبعا يا جماعه كابتن طلعت يوسف مدرب كبير طبعا، واول حاجه في الكوره يا اميره الالتزام والانضباط. اكيد اللعيبه الكوره كلها شبه بعض والخطط كلها شبه بعض، انما ازاي تبقى منتظم وملتزم في الملعب وتكتيكيا واللعيبه بتسمع الكلام، وده اللي بيفرق. ايه الفرق بين مودرن سبورت دلوقتي وما كانت مع تامر مصطفى؟ الالتزام والانضباط. كابتن طلعت يوسف معروف عنه الحته دي، حتى وانت بتأدي وحش بس هتكسب لان انت ملتزم ومنضبط. الفرقه الوحيده اللي عندها الحته دي عشان ادارتها قويه هي النادي الاهلي ومدربها قوي، هي دي النادي الاهلي عنده التزام وانضباط فبيكسب كل الماتشات. ليه؟ حلو ووحش هو بيكسب على قد الدوري الضعيف بتاعنا هنا، لما بيطلع بره الاهلي بيرفع راسنا برضه في افريقيا. ليه؟ عنده الحته دي كويسه.
اي فرقه تانية بتلاقي تعثرات جامده جدا. يعني احنا ساعات بنلاعب في افريقيا دلوقتي فرق او مره اسمع عنها، اكاديميات وحاجات كده انديه بتكسبنا ليه؟ ما ينفعش. فاحنا الاهلي دلوقتي اميره بامانه في وادي وبقيه الدنيا في وادي كلها. يعني انا اشوف على قدي ما نفسي الاهلي ياخد بطوله، بس فرحان لبيراميدز انه بينافس لاخر. طبعا طبعا اكيد ده بيدي قوه. يعني عارفه لو بيراميدز مش بينافس كمان كان زماننا ما بنتفرجش على الماتشات. ان شاء الله لو الاهلي واخد الدوري من خمس ست اسابيع خلاص الدوري. فالنهارده بيراميدز بينافس معاكي وعامل نتائج كويسه واول مره يوصل كده للامطار الاخيره، لان هو طول عمره اميره بيجي في الاول الدوري اول وفي الاخر بتكون بعد كده بيبعد عن المنافسه حقيقي. المره دي انا مبسوطين بيهم ان هم للخطوات الاخيره بنفس، بس انبساطنا مش هيبقى قوي يعني، الاهلي هيكسب ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق الجاي يكون افضل باذن الله. كابتن محمد عبد الجليل انا بشكرك يا كابتن، ودايما بسعد بوجود حضرتك معانا. اشكرك شكرا جزيلا. طيب النهارده في ثلاث مواجهات زي ما قلت لحضراتكم في ختام الجوله ال30 من دوري نايل، كلهم اكيد خارج التوقعات. صعب ان انت خلاص يعني اللي يقول لك انا متاكد نتيجه مباراه انسى، كل حاجه وارده دلوقتي. هل ممكن نشوف تغيير في لعبه الكراسي الموسيقيه اللي شفناها من كام اسبوع؟ هنشوف ازاي هيكون سباق المنافسه الرهيب جدا ما بين الاهلي وبيراميدز، وكل واحد النهارده عنده مباراه مهمه والاثنين بيسعوا طبعا ان ما يفقدوش نقاط. خلينا نتابع ونشوف عبر قنوات اون تايم سبورتس مباريات اليوم ونتائجها. عايز اروح مع حضراتكم ليه خبر تاني، خبر مهم يمكن يهم كتير من الانديه اللي اشتكت الفتره الاخيره من لعب مبارياتها بالنهار او تحديدا الساعه 4 في ظل الجو الحر الفظيع ودرجات الحراره العاليه جدا اللي احنا بنمر بيها، واحنا كبني ادمين قاعدين في بيوتنا ما بنبقاش مستحملين في الحقيقه الحر ده. وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعديل التوقيتات الخاصه بمنافسات الدوري الممتاز لكره القدم عشان تبقى انطلاق المباريات بدءا من الساعه 5:30 بدل من الساعه 4، وده بيأتي في ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات حفاظا على اللاعبين، بالنظر كمان إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة اللي جاية. والمفروض أن هيتم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وربطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات. ده يعني خبر جيد وخبر يهم كتير من الأندية كانت بتلعب، يعني الساعة 4 بتلعب، ولكن كتير من الأندية اشتكت طبعا واللاعبين ان هم بيلعبوا في درجات حرارة عالية جدا ورطوبة عالية جدا. وفي الحقيقة درجات الحرارة دي يعني حاجة طارئة علينا، كنا دايما الصيف بيبتدي من شهر 7، احنا الصيف بدأ عندنا يمكن من آخر خمسة اللي فات، فأعتقد ان الأمور أفضل لما تبقى 5:30 أفضل كتير من الساعة 4. موضوع تاني عايزة أروح ليه ومن النهاردة نبدأ نتابع بشكل أكبر أخبار بعثتنا الأولمبية اللي هتكون موجودة في العاصمة الفرنسية باريس خلال أيام. طبعا كلنا أمال كبيرة جدا في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى كل الألعاب الجماعية والفردية. امبارح حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية اللي هتشارك في أولمبياد باريس 2024. الصورة اتخذت داخل ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم اختيار ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة لالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية كونها بتحتوي على ساري علم مصر البالغ ارتفاعه 185 متر وهو الأطول في العالم. صورة أمام حضراتكم الخاصة ببعثة مصر اللي هتمثل مصر في أولمبياد باريس 2024 اللي بنأمل إن شاء الله يحققوا نتائج إيجابية ويتخطوا عدد الميداليات اللي حصدناها في طوكيو اللي هي كانت 6 ميداليات. بنأمل يا رب مع عودة رفع الأثقال إن شاء الله ومشاركتنا فيه يكون عندنا عدد أكبر من الميداليات، ورغم أننا افتقدنا بعض اللاعبين اللي مش هيشاركوا، وشفنا اكيد امبارح الخبر الخاص بفريدة عثمان اللي مش هتشارك في الاولمبياد. السباحة منافستنا فيها بتبقى صعبة، ولكن وجودنا كمان ومنافستنا ووجودنا وتمثيلنا في الاولمبياد شيء مهم.
جدا، فقدر الله ما شاء فعل. برضو على الجانب الاخر بسنت حميده كمان من لاعبي العاب القوه اللي مش هتكون موجوده في الاولمبياد، بسنت برضو بتراودها الاصابه من جديد، ويمكن بقول بسنت من اللاعبات اللي مش محظوظه اللي دايما بتراودها الاصابه بتبعدها عن المحافل الدوليه، وهي تستحق في الحقيقه، وبرضو ارقام بسنت تؤهلها بشكل كبير ان هي تكون موجوده في المراحل النهائيه من الاولمبياد، بنتمنى لها ان شاء الله القادم يكون افضل. نروح للمنتخب الأولمبي لكرة القدم اللي أكيد هياخد الاهتمام الأكبر. امبارح اكتملت صفوف منتخب مصر الأولمبي بانضمام أحمد زيزو، محمد النني، لاعبة منتخب مصر الأول، لمعسكر المنتخب الأولمبي في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة القاهرة، وحرس ميكالي على استقبال اللاعبين، وبينتظم المنتخب الأولمبي تحت قيادة مديره الفني ميكالي في معسكر مغلق بالقاهرة، يختتم يوم الأربعاء القادم بإذن الله قبل المغادرة لباريس. طبعا الأول هيروحوا مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق، ده استكمالا للمعسكر يوم 14 ويوم 17 يوليو الجاري. بعدها إن شاء الله هيسافروا لمدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان اللي المفروض هيكون يوم 24 يوليو بإذن الله. أكيد بنتمنى التوفيق أيضا للاعبي المنتخب الأولمبي اللي يستحقوا برضو فيهم مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المؤثرين في الدوري المصري، نتمنى إن شاء الله إن هم يحققوا نتيجة إيجابية في أولمبياد باريس بإذن الله. عايزة أقول لحضراتكم أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حضر تدريبات المنتخب الأولمبي، وكان في استقباله جمال علام رئيس اتحاد الكرة. دكتور أشرف صبحي يعني مش جديد عليه، دايما بيكون موجود قبل الأحداث المهمة والمباريات المهمة كنوع من التحفيز للاعبين والجهاز الفني قبل السفر للمشاركة في الأولمبيات، وطلب وزير الرياضة من اللاعبين التركيز عشان يسعدوا الجماهير المصرية، وأكد أن الأولمبيات هي حصاد سنوات من التكوين والتعب والصبر بالنسبة للاعبين وللجهاز الفني اللي بيثق فيه تماماً، ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والكابتن بركات المشرف على المنتخب وكل أفراد المجلس. وقال كمان إن هو بيتمنى إن هم يذهبوا بعيدا في الأولمبيات، وإن هو سعيد بالروح العالية في التدريبات. واللقاء كان في معاهدة من اللاعبين بقيادة النني وزيزو وإبراهيم عادل للوزير ورئيس اتحاد الكرة على تقديم أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير المصرية والشعب المصري في الأولمبيات. طبعا عندنا طموحات كبيرة جدا في تحقيق نتيجة إيجابية في المنافسات الأولمبية، احنا تأهلنا قبل كده للدور ربع النهائي في أكثر من مناسبة آخرها في النسخة الأخيرة في طوكيو 2020 طبعا 2021، وصلنا للدور ربع النهائي مع كابتن شوقي غريب في نسخة 2012، وصلنا برضو للدور ربع النهائي مع كابتن هاني رمزي وجيل صلاح والنني وحجازي. إن شاء الله النسخة الحالية نروح لأبعد من كده مع جيل إبراهيم عادل وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، ومع نجوم طبعا المنتخب الأولمبي زيزو والنني، ومع المدرب ميكالي. كل التوفيق يا رب لمنتخب مصر الأولمبي، يعني أكيد دعوة كل المصريين إن شاء الله تسجيل حضور إيجابي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. معايا تصريح وتعليق، والتصريح تصريحات مهمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللي أكد أن هناك لجنة من المستشارين والقضاء تحقق في ملف وفاة أحمد رفعت، وسيتم الكشف عن المقصرين في أقرب وقت ممكن. قال وزير الشباب والرياضة: وزارة الشباب والرياضة جهة رقابية ونسعى لحل الأزمة قبل ظهورها، ودائما الوزارة في الحدث ونسعى لحل جميع الأزمات. وأضاف: هناك لجنة من المستشارين والقضاء بتحقق في ملف أحمد رفعت وستكشف ما حدث والمقصرين في أسرع وقت ممكن بما يتفق مع حجم الحدث ونتائج التحقيقات ستظهر في القريب العاجل.
وقال كمان ازمه احمد رفعت كنا متواجدين فيها من بدايتها وعملنا كل ما نستطيع لتذليل كل العقبات التي تواجهه، واكرر التعازي لاسره احمد رفعت ونسعى لتطوير المنظومه الطبيه في الملاعب. ده كان تصريح من وزير الشباب والرياضه استاذ دكتور اشرف صبحي، ويعني خلينا نترحم على احمد رفعت ولا نملك غير الدعاء، نقول ربنا يرحمه ويصبر اهله ويربط على قلب امه. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم، خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. في الحقيقه مع طول الموسم وضغط المباريات سواء على المستوى المحلي او على مستوى البطولات الافريقيه او كمان مع المنتخب، وطول الوقت في كتير من اللاعبين طبعا في بيعمل ريكفري كويس، في ما بيبقاش قادر ان هو يعني يواكب موضوع ضغط المباريات دي، وبنلاقي مشكله بيتعرض ليها كتير من الرياضيين وهي اصابات الملاعب، اصابات اللاعبين في منتصف الموسم. والحقيقه هي مشكله واضحه مش بس للاعبي كره القدم، لا طبعا الرياضي بشكل عام لما بتحصل عنده مشكله في وسط الموسم بتكون اصعب بكتير من البدايات، لان بتكون خلاص دخلت بشكل اكبر في اجواء الموسم، بتكون عضلات جسمك وصلت لفورمه ممتازه، بعدين بيحصل تراجع كبير جدا بعد الاصابه. اكيد في اسباب، فكرة التأهيل موضوع كبير جدا مش موضوع سهل. طب ازاي يكون للتغذية المناسبة دور في مرحلة الاستشفاء والريكفري للاعب؟ ازاي يكون دور الجي بي اس في القياسات كلها؟ امور اتكلمنا فيها مع دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وبالمنتخب الاولمبي طبعا واستشاري العظام، وهو اتكلم معانا اكتر في تفاصيل الخاصه بالاصابات دي وكمان التغذيه للاعبين وقت الاستشفاء ازاي بتساعد بشكل كبير ان هي ترجع اللاعب وما تردش عليه الاصابه مره ثانيه، لان بنشوف كتير من اللاعبين ممكن يتعافى ويعمل التاهيل المناسب واول مباراه ليه ثاني مباراه نلاقي الاصابه بتجيله مره ثانيه. خلينا نتابع ونشوف التقرير ونشوف دكتور طارق سليمان قال ايه ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم. انا يعني اخلي اللاعب ده جاهز طول الموسم وبالذات فتره وسط الموسم. احنا بنطالب دايما ان الانديه انها تعمل برضو قياسات الفسيولوجيه وقياسات عضلات بالنسبه للاعبين في وسط الموسم زيها زي اول موسم عشان تقدر تقف على اللعيبه بتاعتك، ده عضلته اخبارها ايه، ده عنده مشكله في العضله في القوه في الاسترتشات بتاعتها الكفاءة التنفسية بتاعته، كل الحاجات اللي انت بتعملها في الاول لازم تعملها نص الموسم، وعشان كده دايما بتلاقي الاصابات بتكتر في نص الموسم. يعني انت شايف الوقت الزمالك عنده كام لعيب والاهلي كذلك كان عنده كام لعيب وبقية الاندية برضو عندها لعيبة كتيرة في الموسم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الحاجات بتقع على اللاعب نفسه. اللاعب نفسه لازم ياخد باله من زي ما قلنا زمان التغذيه والاستشفاء. التغذيه مهمه جدا، مهمه قوي قوي قوي، وناس ممكن تاخد الكلمه دي من هنا وتطلعها من هنا. لا، ان انا اكل صح وان انا اكل في مواعيد ثابته وزي قبل التمرين وما يعديش عليا مثلا 8 ساعات من غير اكل بالنسبه للاعب، فطار غدا عشاء، وفي وجبه مهمه جدا في النص اللي بنسميها السناك اللي في النص ديت، بحيث ان دي وجبه من منتهى الاهميه، لان كل ما قل الكربوهيدرات اللي موجود في العضلات في اللاعب كل ما كانت تعرضه للاصابه بيبقى اكتر. فدي مهمه قوي التغذيه. الثاني حاجه المكملات. اللعيب لازم ياخد مكملاته، الفيتامينات عامه، كالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم، والسوائل الرياضيه. السوائل الرياضيه في منتهى الاهميه، لازم برضو اللعيب يحافظ عليها في وسط الموسم. والريكفري بقى، تدليك في منتهى الاهميه بالنسبه للاعب.
المايه الساقعه او التلج اللي بيتعمل بعد التمرين والمباريات مهم جدا. المايه الدافيه برضو زي المايه الساقعه، انك بتفتح حاجه عندنا في نسميها في اللعيبه اللي مسميها الليمفاتكس او الاوعيه الليمفاويه، وهي دي لو الليمفاتكس دي ده بنسميه الصرف الصحي بتاع اللعيب. لو الليمفاتكس ده تخلصنا منه باستمرار عمر اللعيب ما هيجيله اصابه. لكن بيحصل الاتي، لعيب ما بيدلكش كويس، ما بيعملش ميه ساقعه او تلج كويس، ما بيعملش ميه دافيه كويس، يبقى اذا بتتجمع عنده الفضلات اللي هي بتاعه العمل العضلي، ودي ممكن تسبب له اصابه. فمهم قوي انا عشان دي اللي هي الحاجات اللي تقدر تمنع بيها الاصابات وسط الموسم. وحاجه مهمه جدا بضيفها، النوم عدد ساعات معين للعب، ما يقلش عن 8 ساعات، ولو 9 ساعات يبقى افضل، لان يعني دي مهمه جدا فتره النوم اللي بينامها اللاعب، بالذات النوم بالليل والنوم بدري. اللعيب عمل الحاجات دي يبقى صعب جدا ان هو تتكرر له موضوع الاصابات. ده كان حديث دكتور طارق سليمان عن الاصابات اللي ممكن يتعرض ليها بعض اللاعبين وايه الاسباب، فتره الاستشفاء المفروض يحصل فيها ايه. فالموضوع كبير جدا ولازم الامور فيه تمشي بشكل علمي اكتر عشان اللاعب يرجع لمستواه مره ثانيه وما يفتقدش جهوده اكتر من مره بتكرار الاصابه في الملعب. يمكن من مكاسب كابيتانو مصر، شفنا الفتره اللي فاتت كنت بقول ان جيل جديد بيطلع من الشباب الصغيرين الشباب الواعد، ولكن شفنا استكمالا لمسيره نجاح كابيتانو النادي زد بيتعاقد مع اكتر من لاعب. نادي زد استكمالا للتعاقد مع اللاعبين الصغار بيعلن عن انتقال لاعب فريق كابيتانو مصر بالنسخه الثانيه، محمد هاني واحمد اشرف بيليا، لفريق تحت 14 سنة بيتم انضمامه لنادي زد. والحقيقة ده أمر إيجابي جدا ونجاح كبير للمشروع، لأنه مع الوقت هتلاقي كل نسخة بيظهر عندك لاعب أو اتنين عندهم إمكانيات كبيرة إن هم يكونوا متواجدين في أندية كبيرة. مشروع كابيتانو من البداية هدفه تصدير لاعبين يكونوا نواة للكرة المصرية في المستقبل. انت بتتكلم في مواليد 2002 2009 2010 ودي الفئة المطلوب الاهتمام بيها دلوقتي، لانه في فترة قريبة اقل من 5 أو 6 سنين ممكن جدا يكونوا هم اساس الكرة المصرية. واحنا هنا في صباح اون تايم عندنا اهتمام كبير بالموضوع ده، عشان كده كان لينا لقاء مع واحد من نجوم النسخة الثانية اللي حققت نجاح كبير جدا استكمالا للنسخة الأولى، وهو محمد هاني الظهير الأيسر للفريق اللي انتقل لنادي زد. نشوف ازاي كانت مفاوضاته انتقاله لنادي زد وطموحه في كرة القدم، وازاي أثر عليه كمان ان هو بقى ضمن صفوف النادي زد وبيحلم بايه الفتره اللي جايه. ده واحد من نجوم النسخه الثانيه في كابيتانو مصر. خلينا نشوف، نرجع مره ثانيه مع حضراتكم. الدكتور محمود سعد مدير المشروع من كابيتانو مصر كلمني قال لي جالك عرض من نادي زد، هتوافق ولا لا؟ فطبعا انا كنت فرحان جدا وقلت لامي وقلت لابويا، طبعا فرحوا معايا، فانا وافقت طبعا على طول. تعاقدت هناك معاهم ومضينا العقد، وانا ليا 7 سنين العب كوره، كنت اتمنى ان العب في نادي. طبعا كابيتانو مصر حقق لي حلمي. طبعا شفت كابيتانو مصر اصلا عن طريق التلفزيون، فرحت الاختبارات، كان الاختبارات دي كان في سوهاج، رحت اختبرت اول اختبار نجحت فيه، قالوا لي تعالى بكره تاني برضو، انا رحت نجحت برضو في الثاني، روحت البيت كنت فرحان ان انا اتقبلت في اول اختبارين، كلموني قالوا لي تعالى بعد شهر، فرحت لهم في نادي الشمس اختبرت معاهم فنجحت، كلموني وقلنا ودونا معسكر قعدنا فيه لعبنا بطوله، وطبعا كان معايا زمايلي في الفرقه برضو كانوا مساعديني برضو، والحمد لله نجحنا برضو في المشروع ده ووصلنا نهائي كابيتانو مصر وخدنا الحمد لله. اتمنى ان انا بقى لاعب كبير ان شاء الله زي محمد صلاح برضه، فانا طبعا ايه
اجتهد عشان ايه ربنا يكرمك. فانا طبعا اجتهدت والحمد لله دي وصلت كابيتان مصر وجالي زد الحمد لله. فان شاء الله بقى حاجه كبيره ان شاء الله. اولا ابويا اصلا كان يقول لي ركز، انت ربنا يكرمك، ركز اهم شيء في كورتك في الملعب، اشتغل بدماغك، اهم شيء تلعب على الارض الكوره بس. وامي كانت دايما تشجعني وتقول لي ربنا يكرمك، وكانت دايما تدعي لي، كانت تقول لي ربنا يكرمك ان شاء الله واشوفك زي محمد صلاح اثنين فخر الصعيد. قلت لها ان شاء الله، كنت العبها دايما، كنت العب في الشارع على طول، ما كنتش اروح ملاعب. رحت اول حاجه ملعب كان في تراب، وملعب كان في تراب وكده ورمله. نزلت اتمرنت برده وقلت ادوس على نفسي ان شاء الله ابقى لاعب كوره. فقلت اروح اكاديميات، لفيت اكاديميات كتير يعني في عندي في محافظه هنا، وربنا الحمد لله كرمني ولقيت كابيتان مصر، دخلت وربنا كرمني ورحت نادي زد. والله طموح ان انا ان شاء الله ابقى لاعب زي محمد صلاح وزي كريستيانو رونالدو طبعا، وزي مبابي، زي اللعيبه دي ان شاء الله. طبعا هو ما فيش حاجه اسمها مستحيل في الكوره، طبعا اجتهد عشان ربنا يكرمك برده، واحترف بره مصر ان شاء الله طبعا، وابقى زي محمد صلاح. شرف كبير برده يعني ان انا ابقى في منتخب مصر واحقق معاهم كده كاس امم افريقيا، كاس العالم ان شاء الله. دي حاجه برده مش صعبه ان كاس امم العالم ده ما نجيبهوش. فبقول للناس اللي هي داخله كابيتال مصر 2010 2011 مثلا، اجتهد واحلم، اهم شيء تحلم ان ربنا هيكرمك. طالما حطيت هدفك انك انت عايز تبقى لاعب كوره، حط رجلك. حلمي طبعا انا حلمت ان انا شوف من كابيتان من اختبارات عادي، كنت خايف انصف في الاختبارات، فطبعا نجحت فيها، وكنت حابب ان انا العب برده كوره ومن انا من صغري. محمد هاني بيقول لك اجتهد واحلم. هو حلم لان هو بيقول هو بدا لعب الكوره في الشارع، ولكن اجتهد وكابيتان مصر وفرت له الفرصه. انا بقول دايما بقول مصر ولاده وفيها كتير جدا من المواهب، ولكن كلهم محتاجين فرصه، وده اللي بيعمله كابيتان مصر، ان هو بيوفر لك فرصه انك تظهر، انك تبين الموهبه والقدرات اللي عندك. وفرصه تانية وفرها له نادي زد بانضمامه بشكل رسمي للنادي، وان شاء الله يحقق كل اللي بيحلم بيه. يعني دايما النماذج دي بتدينا امل كبير جدا ان احنا عندنا اكتر من كده بكتير، ولادنا دايما يعني عندنا بدل محمد صلاح 2 و3 و4 و5 و10، بس نتعب وتحلم وتجتهد ان شاء الله ربنا يجازي الجميع خير على تعبه. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي لـ On Fire News. خلينا نبتدي من عند منتخب مصر، وكشف كابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 اللي المفروض هتكون في المغرب. وجت المواعيد من طبعا الفترة من 2 ل 10 سبتمبر 2024 هيلعب منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الأولى، وبعد كده هيحل ضيف على بتسوانا في الجولة الثانية من 7 ل 15 أكتوبر 2024 هيستضيف منتخب مصر المنتخب الموريتاني في الجولة الثالثة، وبعد كده هيحل ضيفا عليه في الجولة الرابعة. ومن 11 ل 19 نوفمبر هيلعب المنتخب المصري أمام كاب فيردي خارج أرضه في الجولة الخامسة، وبعد كده هيستضيف بوتسوانا في ختام مبارياته بالتصفيات. دي طبعا المجموعه الثالثه اللي وقع فيها منتخبنا الوطني. بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق باذن الله، ان شاء الله يقدر يحقق نتائج ايجابيه. ومش حلمنا اكيد التصفيات، احنا بنحلم بالبطوله، بطوله امم افريقيا الغايبه عن منتخبنا الوطني. أخبار النادي الأهلي، ونبدأ من عند اللاعب التونسي محمد الضو كريستو، ورحب مسؤولي النادي الأهلي بانتقال اللاعب لنادي الرجاء المغربي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وده بعد الحصول على الضوء الأخضر من كولر بخروج اللاعب من حساباته. كريستو ما بيشاركش مع الأهلي في المباريات الرسمية، وغاب لفترة طويلة بسبب الإصابات المتكررة، وما قدمش المردود الفني المميز اللي كان بيأمل فيه المدير الفني. قرر الأهلي خروج اللاعب للإعارة فقط من أجل المشاركة باستمرار
القرار واكتساب الخبرات، وفي حال تحسن مستواه هيتم استعادته من جديد نظرا طبعا لصغر سن كريستو. رئيس نادي الرجاء المغربي محمد بودريكا أكد أن في عرض رسمي من النادي لاستعارة محمد الضوي كريستو، وقال أن وافق النادي الأهلي على العرض. قال كمان أن احنا في المرحلة النهائية من الاتفاق مع وكيل اللاعب، كمان بننتظر الرد على اللاعب رضا سليم، وكان الطلب بيتضمن الاثنين لاعبين سواء كريستو او رضا سليم. وقال تواصلت مباشره مع الاداره وكان في موافقه مبدئيه على ضم الاثنين لاعبين. بالنسبه لكريستو احنا على وشك انهاء الصفقه، اما بالنسبه لرضا سليم فلسه يعني في موافقه مبدئيه في حال عدم وصول اي عرض للشراء. أوضح كمان بودريقة قال إن الخطوة بتأتي في إطار تطوير العلاقات ما بين الناديين. خبر تاني، وشهد مران الأهلي مساء أمس عودة محمد كهربا لاعب الفريق للانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه الأول بعد ما تم استبعاده من آخر مباراتين أمام طلائع الجيش والداخلية. وبعودة كهربا بيغلق ملف أزمته مع كولر المدير الفني اللي أوقع عليه عقوبة وأبعده عن المشاركة في المران الجماعي بسبب التراخي في أداء تدريبات اللاعبين المستبعدين. شايف أن كهربا ما كانش بيأدي المران بشكل كويس، وقع عليه عقوبة وبعد كده تم الانتظام من جديد مع لاعبي الفريق في التمرينات. أخبار نادي الزمالك، نبدأ من عند أحمد فتوح لاعب الفريق اللي بيواصل تدريباته التأهلية عشان يرجع مرة تانية لمباريات الفريق بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب طبعا بسبب إصابته اللي كانت في الكاحل اللي تعرض ليها مع منتخب مصر. في مصدر داخل نادي الزمالك قال إن فتوح بيقترب من الشفاء من إصابة الكاحل، ومن المرجح أن هيعود اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أواخر الأسبوع الجاري. ومش هيقدر أحمد فتوح اللحاق بمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش اللي المفروض هتكون يوم الخميس اللي جاي بإذن الله، ولكن الجهاز الطبي متفائل بإمكانية لحاق فتوح بمباراة الزمالك أمام بلدية المحلة اللي المفروض هتكون في منتصف الشهر، وده وفقا لرؤية جوميز المدير الفني لنادي الزمالك. نروح لأخبار المصري البورسعيدي اللي نجح في تجديد التعاقد مع كريم العراقي نجم خط دفاع الفريق، وده بعقد بيمتد لثلاث مواسم اعتبارا من بداية الموسم المقبل 2024-2025 وحتى نهاية موسم 2026-2027. جت الخطوة دي بعد الجلسة اللي جمعت ما بين مستر كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري واللاعب كريم العراقي بعد نهاية مباراة بلدية المحلة اللي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، وتم الاتفاق على كل الأمور وخلاص يعني كريم العراقي مع النادي المصري لمدة ثلاث مواسم مقبلة. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيف حلقتنا الحوارية النهاردة وفقرتنا الحوارية، هيكون معنا دكتور أحمد صلاح الدين المستشار الفني النفسي النفسي الرياضي للمنتخبات الوطنية ورئيس قسم علم النفس بجامعة حلوان بعد الفاصل.